حيا الله مشاهدين برنامج الشيف بحريني والماكلة الليبية، وهاي الفيديو حصريا لقناة ليبيا 218. واليوم سويت لكم حلو الصنوبر على أصوله. ويلا مشاهدين الكرام ركزوا وياي، صدقوني حلوة الصنوبر سهلة ومقاديرها كلش سهلة وتحصلونها كل مكان. أول شيء في الوعاء أضيف الزيت، والزيت اللي قاعد استعمله زيت نباتي، زبدة مذوبة، بس الزبدة اللي تذوبونها يا جماعة يفضل ما تكون ساخنة، هاي اللي شنتوا تشوفون شوي فيها كتل اللي عندي، ماء الزهر، ماء عادي للشرب اللي تشربونه كل يوم. عادة في ناس في هالوصفة يضيفون كله ماء الزهر ما يخلون معاه الماء، بس أنا بغيت أخففه شوي ما بيكون كلش طعم الماء الزهر يكون قوي، بس انتوا على راحتكم، تبون ماء الزهر كله ضيفوا كله ماء الزهر. ونخلط المقادير، تخلطون لما تشوفون تكلتلات الزبده راحت مليحه. اكيد الحين قاعد تفكرون انا قاعد اسوي حلبه الصنوبر ليش اخلي الملح؟ صدقوني الملح يا جماعه حتى لو كان قليل، يعني انا ضفت تقريبا ربع ملعقه صغيره، بس صدقوني تعطي نكهه شوي. سكر الفانيلا، سكر الفانيلا تعطينا نكهه حلوه بعد، بس بعد اقول لكم اختياري، ما تبون تضيفونه الا تضيفونه. بيكنج باودر او خميره الحلويات، هذه شوي حلوة الصوبة نخليها في الفرن شوي تنفخ لنا، يعني عقب ما تاكلونها ما تحسون انها تكون مثل كانها يابسه، لا ما تكون يابسه، تكون شويه في هشاشه، كل ما ضفنا اكثر بتصير هشه اكثر. ونخلط المقادير المره الثانيه. والحين بضيف دقيق متعدد الاستعمال، وكميه الدقيق صراحه ما اقدر اقول لكم بالضبط، اقول لكم الدقيق ما يعجن، لان يمكن انتم ساعات وانتم تضيفون المقادير شوي صار اكثر من الثاني، فاذا اعطيتكم بالضبط ما بتصيدون الحبه. ومن منتج لمنتج اللي هو الدقيق صدقوني بعد يفرق اللي ايش كثر هو يحتاج كميه الماء. فانا في البدايه اضيف شوي عندي وحين اخلط. لا تضيفون هلبة مره واحده، لا شوي شوي. واول ما تشوفون بدا يلصق بالخلاط اليدوي خلاص يا الحبيب. تغسلون يدكم لان يدنا الحين بتغوص في الطحين. الطحين هو نفس الدقيق، احنا في البحرين نقول له طحين. ويلا يا الحبيب باليد، بس تاكدوا تغسلون يدكم، ها تغسلونه بالصابون حق 20 ثانيه نتاكد كل هالبكتيريا خلاص تخلصنا منها. لو تلاحظون الحين العجينه اللي عندي تجمعت مع بعضها، بس هل الحين كفايه دقيق ولا مو كفايه؟ خلينا نجرب نشوف. تقريبا نبي ناخذ كره تشوفونها بهالطريقه، هل تقدرون تشكلونها على راحتكم او لا؟ مثلا شوف انا الحين قاعد احاول اشكلها مو راضي تتشكل عندي، كلش صايره الحين كلش رطبه، وايد رطبه. فبعد اضيف عليه الدقيق، بس الحين ما نضيف دقيق عليه كله مره واحده، لا يعني تقريبا نضيف عليه شوي ملعقتين كبار فقط. ونتم نعجن، حاولوا تودون العجين كله على الجوانب علشان يشرب كل الدقيق، حاولوا تعجنونه بعد حق يختين لثلاث دقائق بس عشان نتأكد ان النكهات كلها توزعت. والحين ناخذ شوية من العجين ونكوروه، وحين اشوف هل اقدر اشكله ولا ما اقدر اشكله، يعني هل اقدر اشكله بشكل اسطواني سهل او لا. اول ما تحسون شوي صعوبه ان تشكلون الشكل اسطواني ضيفوا عليه بعد شوي الدقيق. فانا الحين بعد يبي لي شوي قليل من الدقيق علشان خلاص يطلع 100%. وخلاص الحين وصلت حق القوام اللي انا ابيه. شوفوا شلون يتشكل عندي بسهوله. كل اللي تحتاجونه بس، صدقوني وايد سهل. في هالخطوه يا جماعه كل اللي علي اسوي اخذ كراس ما قلت لكم اكورها. وادحرجها وحاولوا على قدر المستطاع تخلونه كله نفس الحجم، انا مو مكان هني امتن من هني وضعيف، لا حاولوا على قدر المستطاع. وحين تقدرون تستعملون الشوكه واي سكين عندكم شوي تيونجي من النص، شوفوا شو من النص نسحب فيه، ايوه بهالطريقه. وحين كل اللي عليكم تسوونه تيون وتفرون عليه شوية شوية. فوالا. وحين اذا شفتوا الشكل شوي مو عاجبكم كله عليكم تسوونه شوي
تسوون عليه كأنه الشعر السبايكي، عرفتوا شي شوي شوي ها بالأصابع. صدقوني كلش سهل، يعني إذا اخترب شوي وانت تفرونه مو مشكلة، شوي نرتبوه بهالطريقة. أي وقت حسيتوا صعوبة وانتوا تحاولون تدحرجون وتشكلونه، معناته أنه ناقصة شوية دقيق، ضيفوا عليه شوية دقيق وردوا وخلطوا وردوا سووا وشوفوا شلون يضبط وياكم أو لا. والحين أخليه على صينية الفرن، وهذه المرة الثانية الحين بعد نرجع ونسوي وندحرجه مرة ثانية. أيه أسوي له شوي ها عادلة، أسوي له شوي سبايك إذا أنتوا حابين. وخليه على صينية الفرن. والحين الحبيب جهزت حلوة الصنوبر اللي عندي كلهم، وحين أقطه في الفرن. درجة حرارة الفرن بخليه على 130، وبخليه صينية الفرن في منتصف الفرن، وبشغل الفرن العلوي والفرن السفلي نفس الوقت. بنقطه في الفرن يا الحبيب. وجهز عندي بعد حوالي 25 دقيقة. ساخنة ساخنة يا الحبيب. اوه هذه للأسف هني تهردمت، كانت فوق. بس شوفوا هاي الشكل، بس شوية ساخن عندي، شوفوا شلون هاي الشكل اللي انا قصدي على فوق، شوفوا شلون حلو بعد شكله راحتكم. وهاي الشكل الثاني، انت تشوفوا الشكل اللي انتوا تحبونه تقولون تسوونه تقدمونه على راحتكم. الحين بس انتظر عليه تقريبا 5 دقائق وخليه في صينية الفرن بس لما يبرد شوي. بس تأكدوا يا جماعة انه لازم يكون مطبوخ من الداخل من النص، لا تنسوا راح نسوي طبقات ولفات، الحرارة ما توصل من الداخل كثر ما توصل على اللي في الخارج. والحين ننزل الحلويات هني في صحن او في اناء وسيع كبير يعني رفيع، ويفضل مثل ما قلت لكم يكون ساخن، وصب عليه العسل الطبيعي. الله خلوه يعني يتغرق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ضروري يا جماعة تضيفون عليه العسل الطبيعي. لا تنسون احنا يوم سوينا العجينة ما ضفنا عليها اي نوع من السكر، فأي شيء حلو كله بيجي من العسل الطبيعي. ونقلبوه شوية بشوية بس علشان يتشرب، مو بس اللي تحت يتشرب يعني. تأكد ان كل حلوة صنوبر تاخذ من العسل، ما نبي نظلم اي واحدة فيهم. والقادمة ورشة جلجلان واختياري، إذا مو حابين لا تضيفونه. ونقول بسم الله ونروح عليه الحبيب. أي واحدة أي واحدة أي واحدة، والله شكلهم كلهم حلوة كلهم تغري، ما أعرف الله أي واحدة وأروح عليها. أنا أحب السمسم فبروح على أكثر واحدة عليها سمسم، هذه بعد الجريبة مني جريبة، مش تعب يدي أروح بعيد دم جريبة عندي هني. وايد قوية وهشة ولذيذة. كملها لازم نكملها. خرافية وايد لذيذة. نوعية العسل تستعملونه ضروري عسل طبيعي وجودة عالية، لأن صدق الطعم في العسل فيه كثير. ضروري مشاهدينا الكرام اذا انتم صدق حابينه يكون هش اكثر تقدرون تضيفون عليه البيكنج باودر، هي خميره الحلويات، والحب الجلجان والسمسم بعد يسوي لكم ذي الطعم اللذيذ. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه الخير، اتمنى عجبتكم الوصفه، ونشوفكم في حلقه اخرى. تشاو.